من جاء للصلاة مع الجماعة فوجدهم في التشهد الأخير فجلس معهم، وحينما سلم الإمام سلم معهم ثم أقام الصلاة من جديد وصلى منفردا، فهل فعله هذا جائز؟ وهل يعتبر بإدراكه للتشهد الأخير مدركا للجماعة أو مدركا لفضل الجماعة أم لا؟ الصحيح أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، ولكن من جاء والإمام التشهد الأخير فإنه يدخل معه ليحصل على الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم من جاء والإمام على حال فليكن معه على تلك الحال، يحصل له أجر المتابعة. أما فضل الجماعة فالصحيح من قولي العلماء أنه لا يحصل إلا بإدراك ركعة كاملة، وإذا دخل معه في التشهد الأخير إنه لا يجوز له أن يسلم مع الإمام، بل إذا سلم الإمام يجب عليه أن يقوم ويأتي بما سبق به من الصلاة، فيجوز له أن يسلم. إذا تعمد هذا بطلت صلاته، إذا تعمد السلام مع الإمام بطلت صلاته. أما لو سلم مع الإمام ناسيا أو جاهلا إن صلاته صحيحة، ولكن يجب عليه سجود السهو. نعم.